دوما بكل الخير، وعمري ما هفقد الثقة في حضراتكم، وإن إحنا من يعني إذا ما كناش إحنا الدولة الناجية في الإقليم ربنا معانا وهتشوفوا يعني. خلوني سريعا أروح لضيفي وضيف حضراتكم سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، منورني. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. مبدئيا، هل المنهج اللي اتبعناه صحيح، خاصة إنه بنأكد إن ما فيش معلومة؟ هو فعلا ما فيش معلومات؟ ما فيش معلومة. حضرتك كلمتي كل ده كلام صح 100%، واللي موجود اصلا كله تضارب وكله تحليلات من ناس لا سواء متخصصه او غير متخصصه. كويس. وانا مثلا تابعنا الميديا العالميه وشايفين الوضع شكله ايه. ويمكن انا كنت في القناه المصريه الاولى يوم الاربعاء، يوم الخميس بالليل، وتوجه لي سؤال مشروع القرن او فكره القرن اللي كانت مطروحه من ترامب ده، هتبقى شكلها ايه وممكن يعني يبقى نتائجها ايه؟ قصدك صفقة القرن ومشروع القرن؟ مثلا، وخاصة السؤال ما توجه يعني، وخاصة ان كل الاطراف موجودة. قلت لهم عدا الطرف السوري. انت عندك مصر موجودة، الفلسطين موجودين، الاردن موجود، اسرائيل موجودة، روسيا موجودة، موجودين في الولايات المتحدة. بس وكان الصين كان هتضم تاني. بس تم تأجيل زيارة الفلسطينيين، ما زاروش. لا معلش، بس كان هو كان حصل اتصالات وكان حاضرين الموضوع. وبالتالي اللي هيبقى كل ده له أرض، وكل ده له مطامع، وكل ده له تأمين، عايز يأمن نفسه. هو ده المشروع الكبير بقى. طب ناقص سوريا. يا ترى سوريا هتكون الأسد ولا بعد التقسيم؟ ده اللي ردته. اوكي. بالليل كانت الضربة مضروبة، لأن ترامب كل، لو أنت لاحظت الفترة اللي فاتت دي كلها، كل الأجهزة أو كل أجهزة الإدارة في أمريكا بتحاول تلمه تدخله على السكة. على السكة بتاعتي. ما هم أنا قلتها بشكل مباشر إنه لم يسمح له أن يجلس على مقعد الرئاسة الأمريكية. هم بيرجعوا السكة. عشان يرجع السكة، هي صفة الحزب الجمهوري العنف. فأول ما هيرجع لازم يبقى في عنف. لازم يبقى في عنف. يعني رمك كارت. لازم يبقى في عنف. وبالتالي استحدث له الحدث ده. وانا من وجهه نظري بقول ده اتعمل بواسطه اجهزه المخابرات وليس للسوريين الدخل بيهم خالص من مره. نهائي. ليه؟ ده السويد قالت اهي. لا بصرف النظر، السويد ده راجل عسكري قديم. فلما اجي اقرا الموضوع، امتى استخدم الغازات الحربيه في الحرب؟ لا قواعد بتدرس في العالم كله. لما كنا انا على وشك للانهيار، لما كنا انا على منطقه حصينه مش قادر اعملها وعايز لازم اروحها اعمل الكلام ده، وهكذا. ولها الامثله كتيره في العالم. طب هو النهارده راجل حرر حلب، وقت حلب في ايده، وادلب عليها مشكله مع الاتراك. فانا راح اضرب ادلب او خان شيخون، حي من حي ادلب، اضربه بالغاز والدنيا مقفوله، وانا مش رايح له. منطقيا استحاله هذا الموضوع يتم. وبالتالي هو حدث ايجاد المبرر للضرب. والضربة زي ما احنا بنقول نتائجها تقول ان كان في تنسيق، ان قاعدة كبيرة زي قاعدة حمص لما تتضرب ب 23 صاروخ، كل يتضرب فيها دشمتين والممر يتعلم عليه، ومفيش خسائر غير الخمسة الاربعة العسكريين اللي كانوا لسه مروحوش. يعني انت ميال للرأي بتاع النائب الامريكي بتاع ان في تنسيق رولان. طبعا. ليه بقى؟ نرجع تاني نشوف المسرح العمليات اللي احنا بنتكلم عليها. نشوف القوى اللي بتتصارع ازاي. تلاقي تركيا داخله مثلا، ناخدها من الشمال واحنا نازلين. بتضرب مين؟ تضرب داعش ولا لا. بتضرب الاكراد؟ الاكراد طبعا. طيب الجيش الحر بيضرب مين؟ بيضرب السنه مع الاسف. لا ده هو الجيش الحر ده قاعد يعني لو شاف حد لو شاف حد من عند الاسد يضربه، او لو يقول ان انا داعش بتضربني هضربها، اكتر من كده ما بيعملش. وقاعد. طيب نشوف جيش النصره بيضرب مين؟ بيضرب اي حد من قوات الاسد او الشيعه وعايز ياخد ارض، لان هو اللي في اهتماله انه هيعمل الدوله السنيه في منطقه حلب، وهو خرج بينها فعايز يرجع تاني. طيب نشوف الروس بيضربوا مين؟ بيضربوا داعش، هم الوحيدين اللي بيضربوا داعش صح. طيب نشوف الجيش العربي بيضرب مين؟ بيضرب جيش النصره، مش اكتر من كده. فبالتالي تلاقي الاطراف كل طرف بيحارب لوحده في اتجاه اخر، وكل واحد لمصلحته او الهدف اللي هو رايح له لوحده، ملوش دخل بحد تاني.
وبالتالي الصراع عامل زي موج البحر او الدوامه اللي في البحر مش عارفه هتروح فين. طيب اللي فاهم بقى مين اللي بيحرك الاطراف دي، ان كل دي اطراف مخابراتيه اللي بتحركها. الروس اطمأنوا خلاص لحالهم ان هو اخد القاعده بتاعته، وده اول مره يعمل قواعد عسكريه بره، قاعده كان بياخد تسهيلات، اخد طرطوس قاعده واخد حماميه قاعده. يبقى خلاص ده مرتاح. امتى اتدخل في الموضوع في الحرب؟ انا كنت في شهر 6/2015 كنت موجود في ندوه في الاهرام، وكاتب عن السفير الروسي، فانا وجهت له سؤال في وكان منشور في الجوردان مش منشور يعني، انت هتعمل ايه لسوريا؟ كان سوريا ايميها في وقت متازم، وكان هتروح جنيف 4 هتعمل ايه؟ فقال احنا قدمنا لسوريا كل حاجه انها تقف على رجلها، تقدر تخش بحثات دلوقتي وما عندهاش حاجه اكتر من كده. شهر 10 راح ضرب. ليه؟ لان الجيش النصره وداعش وصلوا على جسر ابو شعور اللي هو بيطلع على اللاذقيه اللي هي منطقه المصالح بتاعته اللي هو اخذها في اخذها في اتفاق الدول الثمانيه 6/2012. هنا جاله الهاجس القديم بقى، الهاجس القديم اللي هو ما احنا لازم نرجع للتاريخ برضه. في الحرب العالميه الاولى كان هم هياخدوا ارض في تقسيم الدوله القيصريه، هتاخد من جنوب روسيا لغايه شمال سوريا، يعني الجزء اللي فيه الاكراد والكلام ده بتاع اللي خدته تركيا. لما قامت الثوره البلشفيه بتوع سياس بيكو قلبوه، ما خدش حاجه. يعني هو قبل كده تم استبعاده في سايكس بيكو واحد، ايوه، ودلوقتي في العصر الحديث تم استبعاده هو في اعاده اعمار ليبيا. هو خاف، هو عنده مشاعر انتقام، هو خاف لا يروح منه كمان طرطوس، لان وجود الجيش النصره والداعش على اكتاف اللاذقيه يبقى مش هيبقى هيريح، هيروح. عشان كده قال بوتين في الدوما ان الضرب الروسي في سوريا امن قومي روسي، عشان يبقى حقه. واشتغل لغايه تم امن حدوده تماما، وصل لشرق طريق حلب دمشق، وخلاص كده دلوقتي هو مش هيعمل حاجه ثانيه اكتر من كده. واعتقد ان وزير الخارجيه بتاعهم قال امبارح ولا اول امبارح قال احنا ادينا لسوريا كل حاجه خلاص. يبقى هو موافق على التقسيم، وشكله داخل كده موافق على التقسيم، على التقسيمه دي كده. اللي انا بقراه ده شخصي، انا رايي الشخصي كده، ده اللي انا بقراه. ده معناه ان حضرتك شايف ان الضربه دي هتفيد جميع الاطراف باستثناء سوريا الدوله وسوريا الجيش العربي السوري. بس هو ده اللي هيبقى خسران، دول اللي خسرانين او متضررين. هيقف على كده، مش هيتحرك اكتر من كده، من اللي هو فيه ده مش هيتحرك اكتر. طيب من خلينا نقول الجزء اللي هيخسره ده اللي هو حضرتك بتشير انه هيشكل ما يعرف بالدوله السنيه. طب اقول لحضرتك حاجه، هو كل الكلام ده بيحصل يحصل لصالح مين؟ اعاده رسم الخرائط. لا، لصالح الدوله، انشاء الدوله اليهوديه الا المرحله الرابعه من قيام الدوله اليهوديه اللي هي من العريش للفرات. من العريش للفرات. ولو هتشوف التقسيمات اللي بتتم، هو لما بيتقال له ما تتكلمش عن شرق سوريا، كل ما هتقول تحرير شرق سوريا هنضربك. طب قول لنا شرق سوريا دي ايه؟ شرق سوريا بدءا من شرق دمشق لما غطت الحدود مع الاردن والعراق، الرقه والرقه ودير الزور لغايه ما توصل لغايه البصره، لا لغايه ما توصل لغايه نهر الفرات. وهم اليهود مشترين ارض دلوقتي في نهر الفرات، ورجعوا الاراضي الاملاك القديمه على نهر الفرات، لان هو دي حدود الدوله بتاعتهم. واليهود كانوا متفقين مع الاكراد على ان هم هياخدوا الحكم الذاتي وهيروحوا لفوق وسيسيبوا المكان ده. وده المخطط وده اللي ماشي دلوقتي. وده قالوا لي ضباط عراقيين كانوا معايا في 2007 في اليمن، كانوا راجعين من العراق وقالوا لي اي مكان المصدر هنا. حضرتك شايف ان الارض دلوقتي بتتجه لده، لموضوع التقسيم، وان الضغط على ترامب اجبره للعوده لمسار الحزب الجمهوري بمفهوم الصقور، علشان ينفذ بقيه المشروع اللي احنا وقفناه. وانا قلت حتى معاك هنا، قلت ده ايقاف مؤقت، فاكره؟ طبعا. 25 قلت لك 30 يونيو ده ايقاف مؤقت، لان احنا يعني قطعنا راس الحيه اللي بتشتغل في الموضوع ده. هم هيجيبوا حيه تانية تشتغل، بقيت الناس اللي عندهم وترك كل سوريا والعراق شغاله ما وقفتش. طبعا. وبالتالي شغال كده. هنا السؤال، هل احنا يا عرب نقرا بس موقفنا في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه؟ طب قوله لنا. الحرب العالميه الاولى احنا عملنا ايه؟ وخسرنا ايه؟ او كسبنا ايه؟ طب قول لنا. الحرب العالميه الاولى احنا كنا مفككين وماشيين في ديل انجلترا. ده راس الافعى الكبيره في العالم. انا طبعا بالنسبه لي عشان انت ما عارفين. دول ناس
أسوأ ما يمكن ما جاء بالتاريخ. وبالتالي مشينا في دينهم وبوظوا الدنيا، وطلعت إسرائيل، طلع اليهود بوعد بلفور. لا، وتقسيم سياس بيكو الأوسح أوحش حاجة فيه إنه طلع فلسطين من أرض الشام بحدود، وفرض عليها الانتداب، وقال للصيانة العالمية كده اهدي وازمان، قال أنا أخدها من عصبة الأمم، ما أخدهاش من حد، يعني سهلوا لي حطوها في الانتداب. وتحت الانتداب تم التصفية، يعني تم بقى تمكين اليهود، اعتبر سنة 1923 لغاية 1948 الإنجليز كانوا بيشتغلوا في المنطقة مع الفلسطينيين توفيق راسهم في الحلال. حبة يهود دخلوا بهجرة غير شرعية وبنوا لهم مستعمرة، بيتخانقوا مع العرب على الأرض، يخش الإنجليزي اللي هو المسؤول عن الانتداب يوفق بين الاثنين، طب انت عد هنا كفي عليك الحتة دي وانت كفي الحتة دي، يبقى مكن اللي جاي يركب. وبعدين نرجع في الآخر، طب يا جماعة انتوا عندكم مجلس بلدية للمدينة فلنتفونية، ما تدخلوا حد من اليهود عشان اقول بس مصالحهم، عشان نحل، عشان ما الناس الزراعة، ما هو زرع، ما تموتش من العطش، ما تموتش من الزراعة. فيبدأ يدخل الى ان وصل 48 كان 60% من الجهاز الاداري لفلسطين محتله اليهود، وجميع المعسكرات الانجليزي باسلحتها اخذها اليهود. بعد الوضع في الخليج وقتها كان عامل ازاي في شبه الجزيرة العربية؟ وكان في حد صحي؟ مين اللي كان موجود؟ كانت الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية كانت اتكونت خلاص، وكانت اتكونت الإمارات الخليجية كلها، لا يعني الإمارات الخليجية سيبنا منها، لا ده كل ده بعد سبعينات، تمام. لكن احنا بنتكلم على اللي كان موجود في التوقيت ده، ان الانجليز خلقوا لما جم يقسموا انا اصلا سياس بيكو مختلف مع ناس في التقسيم، انا ما بقولش تقسيم، انا بقول تكوين كيانات عربية جديدة متنحرة. هو قسم الوطن، قسم العالم العربي، لكن عمل فيه كيانات، لان كان كلها عباره عن امارات، كان كلها عن ولايات عثمانيه، فجمعها في دول، فانشا شرق الاردن طرديه للشريف حسين مكمهون بعيد عن السعوديه، عن السعوديه تكمل. وانشا العراق بحدود الحاليه، وانشا سوريا بحدود الحاليه من سوريا الكبرى، وانشا لبنان، وانشا استقطع فلسطين تحت الانتداب كحدود مستقلة، وشرق الأردن أنشأ ست كيانات جديدة. الست كيانات جديدة دي كلها خبضة في بعض. إزاي؟ شرق الأردن الشريف حسين وولاده مطرودين من السعودية، يبقى على وفاق؟ لا. طيب خدوا ولدين من عند ولاد عبد الله ركبوهم على سوريا وعلى العراق، يبقوا مش على وفاق، يبقى مش على وفاق، يبقى أنتوا في التنحر اللي أنتوا فيه ده أكون بخلص إسرائيل، بخلص قيم الدولة اليهودية، خلص قيم الدولة اليهودية. طيب. أدي موقف العرب قبل إيه؟ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. دخلت الحرب العالمية الثانية، اللي بيحصل في فلسطين جوه العرب لهمش دعوة بيه، ما خلاص ما كانت تتسلم. فيش. طيب خلينا نقف هنا ونطلع للفاصل، لأنه ده إدانة الأرضية عشان نيجي للعصر الحديث، عشان بعد الفاصل توصف لنا اللحظة دلوقتي عسى أن حد يسمع، لأنه الحقيقة يعني في جهد اتبذل طوال السنتين اللي فاتوا مع كل الأطراف العربية إنهم يعوا صعوبة اللحظة ومحدش راضي يستفيق. قلته 2005 في الرسالة بتاعتي. طيب. ودرسه. هنرجع مش بعد. قبل ما الكلام ما بيحصل 2011. هنرجع بعد الفاصل. عسى إن حد يستمع. خلونا نروح للفاصل. برغم صعوبة اللحظة، أعتقد من الأسبوع الماضي وإحنا قلنا اللي جاي كله تقيل ومن العيار الثقيل، ولسه هيحاولوا يلعبوا جوه، كل ما هنحاول نحافظ على إرادتنا، خليكوا صحيين. خليني مرة تانية سريعا أروح لسيادة اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. سيادة اللواء، انقلي المشهد اللي وصفته كويس ده للآن، مشهدنا احنا الان، مشهد العربي الان، هل جاهز للحظه؟ ما احنا بقالنا من العراق من 2002 و2003 واحنا بنقول، بس هنكمل حته صغيره. ده انتهت الحرب العالميه الثانيه بالوضع اللي احنا فيه ده، اسرائيل اتعملت، واسرائيل دي في تاريخ اليهودي المرحله الثانيه من قيام الدوله، زي المرحله الثانيه بتاع سيدنا موسى لما حطها، كانت يوشع بن نون نفذها، هي المرحله دي اسمها مرحله اغتصاب الارض. طب المرحله الثالثه كانت ايه؟ كانت التوسع بتاع 67، خلاص تمام. فوجئوا في التاريخ اليهودي كله اللي هم كاتبينه بايدهم ده، ما حصلش ان العرب انتصر عليهم ابدا،
اول صار لهم كان 7 كان 73 فكانت صدمه بالنسبه لهم ولحقهم السادات بالسلام سلام يفركش العقيده بتاعتهم. فبالتالي بداوا يحطوا تخطيط تاني غير الحرب بقى عشان ينفذوا. فقالوا ان احنا هنعمل الدوله اليهوديه بتاعتنا بثلاث طرق: العمل على تفتيت العرب الى اكبر قدر ممكن، تقنيه الجيش الاسرائيلي يكون اعلى تقنيه في العالم، الحرب بالوكاله. خدها منه بوش الاب معامل الحرب بالوكاله هي النظام الجديد. لان يعني اسرائيل او اليهود لا يمكن يكملوا دولتهم او مرحله من دولتهم الا في اضطراب العالم او اضطراب كبير. شوف الحرب العالميه الاولى خدوا ايه والحرب العالميه الثانيه خدوا ايه. فهم محتاجين مشهد في اضطراب كبير. حرب العالميه الثالثه، هل العالم هيوافق على الحرب العالميه الثالثه؟ مش هيوافق. ليه؟ لان هم في الاثنين حربين راح منهم 110 مليون وكانت الاسلحه والمعدات كانت ايه يعني حنينه. طب دلوقتي هيروح منهم ارقام ده العالم هم من غير حاجه عندهم هيتدمر، راح يتدمر جامد. هم عندهم كمان الكتله السكانيه ضعيفه بالظبط، فبالتالي مش هيرجع. فدخلوا فاقتنعوا بالحرب بالوكاله. الحرب بالوكاله عباره عن ايه؟ تقسيم الجيوش العقائديه او العرقيه وزرع الجهاد المنظمات اللي ما يطلق عليها الجهادي. وبالتالي تقوم الحرب تتشكل كده. طيب عنده في توازن القوى اللي كان موجود في المنطقه كان مصر وسوريا قد اسرائيل في قوه الدوله الشامله. والعراق كان زياده، طيروا العراق بفكره العراق كسرها. خلاص يبقى فاضل سوريا ومين؟ ومصر. ومصر لو دمر سوريا هتفضل مصر لوحدها، عبال ما تعيد توازنها بالقوه انها تبقى قد اسرائيل تكون هي خلصت الشام. وده اللي بيسعوا له، وده اللي بيسعوا له دلوقتي. اذا لما هيخلص منطقته في الشام هيخلصها ازاي؟ بالتقسيم الشام بقى، هيفتتها اكتر. يفتتها. هو عايز ايه؟ هو خلاص دلوقتي العراق على وشك التقسيم خلاص، ودلوقتي بيحاول يطط ان هو يقيم الدوله السنيه. واعتقد جوز بنت ترامب كان هناك بينادي بهذا الموضوع في العراق عشان يقيم الدوله السنيه اللي هتبقى تشمل ايه؟ الدوله السنيه هتاخد تلت العراق اللي هي تكريت وجزء من بغداد، لسه ما اتفقوش على بغداد حتى في الدستور العراقي. تكريت وجزء من بغداد بس؟ في الدستور العراقي حاطط العراق بغداد والموصل والكركوك مدن يتفق عليها فيما بعد. هم كانوا عارفين طبعا اللي عملوا الدستور. ما هو طبعا هو عارف النظام شكله ايه. ما بقول ده التامر هو كاتبينها يعني اتحادات فدراليه. ايوه ده كلام بيتقال. المهم يعني فاذا الدوله السنيه والدوله الكرديه دول جزء من العراق، الاكراد مطمعنين انهم ياخدوا جزء من سوريا وجزء من تركيا. خلاص؟ طيب هل هيتناولوا الكلام ده؟ الله اعلم. تركيا اتفاقها مع روسيا جاي من وجهه نظر انا برضو ان هي اتفقت مع روسيا انها بتخفف الضغط عن العناصر بتاع داعش ضد الجيش السوري الروسي في المنطقه او الكلام دوت، في مقابل انها تتواجد في ادلب علشان لما يحصل الاتفاق والتقسيم ما يروحش الجزء بتاعها اللي كان راح للاكراد يروح تتفاوض بيه عن الجزء بتاع ادلب في انها تبقى حدودها زي ما هي موجوده. انها تحافظ على ارضها. تحافظ على اراضيها. فبالتالي يبقى لازم تكون موجوده على الارض. عشان كده بتقاتل. طب مصلحتها تقاتل ايه؟ طب ما بتقاتل داعش، ده هي اللي جايبه داعش، وهي اللي بتدخل كل التمويل لداعش من عندها. طيب باقي لي 5 دقايق عايز طيب. اوصل لهنا. اذا النهارده المسرح اهو، المسرح العمليات دلوقتي كله شرق سوريا وشبالها. هو ده اللي فيه الشغل كله. تمام. لو تم زي ما هم مخططين ان الدوله اللي على الواحد تبقى في اللاذقيه وطرطوس، يبقى بقيه الارض دي كلها هتبقى متقسمه على امارات طبقا للقوى اللي موجوده. الشرقس اللي هي ممكن لمها جيش اسرائيل لمها بسهوله. بسهوله جدا. واخد الارض وطلع على فوق. تبقى مشكلته مع الاردن ان هو ليه 200 كيلو شرق الاردن في الخريطه بتاعت الملك داوود. انا جايبها لو عايزه يعرضوها. يعني يعرضوها. نحطها خريطه الملك داوود يا شباب. فدي هتلاقيها كده اخد من الاردن 200 كيلو تقريبا. لما تجيب الخريطه اللي بعدها اللي هو التقسيم السعوديه او التهديد السعوديه بالتقسيم لخمس دول، هي بادئه بالاردن عشان ياخد منه 300 كيلو في الشمال يديهم للاردن مكان اللي هتروح يعوضه عن الجزء اللي هيتاخد. بالظبط. والضغط اللي على السعوديه وقت ما هيوافق على دي هيشيل عليه بقى الضغط الشيعي والضغط الحوثي، وهيشيل عليه الدوله الاسلاميه، وهيشيل منه كل الكلام ده كله. لو وافقوا على التقسيمه على 300 كيلو اللي يديها للاردن. 300 كيلو يديها اللي هي تبوك. لا مش هيوصل لتبوك. لا هو لها رسمه موجوده في الخريطه يعني لسه ما حطوهاش. بس ادي الشكل العام للتقسيم. طب ايه اللي مخلي العرب لحد دلوقتي مش قادرين
يعني هي دي؟ طيب قول لنا هي دي؟ هات اللي بعدها. اللي بعدها يا شباب. شايف الجزء الاخضر ده؟ انزل اشاور عليه تحت. لا لا احنا شايفينه الاخضر اهو. شايف الجزء الاخضر؟ شايف البحر الميت؟ اي الجزء الاخضر والاحمر الناحيه دي هو ده الارض اللي هم عايزينها بياخدوها من الاردن. يعني ده في الارض دي ال 200 كيلو اللي هيتاخدوا من الاردن يروحوا لاسرائيل. شوفي بقى الخريطه اللي جنبها، بصي هتلاقي الدوله الاسلاميه باللون الاحمر. باينه اللي وسطها اصفر خفيف دي. ايوه اللي فوقها الاردن. شوف الاردن نازل لتحت ازاي اكتر من قد ايه. هو ده اللي عايزين يتغير مساحته على الاخر. هو ده اللي عايزين يديه الاردن. طيب انا دي الخريطه دي. انا عندي سؤال تحت أمر. حتى لو الوقت النهارده ما كفاش ان احنا نروح للعصر الحديث، هي الممالك دي كلها يعني المساله واضحه اهي، معلومات متاحه وكده يعني، او حتى افكار مطروحه، ايوه هم بيتعاملوا معاها بان هم هيكونوا اكثر قوه فهيمروا، يعني مش هيتاذوا، يعني بيتعاملوا معاها ازاي يعني؟ شوف هقول لحضرتك حاجه. طب هم خدي مرضوا من الحرب العالميه الثانيه، طب هم وافقوا ان اسرائيل تتشكل ازاي وتتعمل وهم كانوا موجودين؟ هم قابلوا طبعا بوجود اسرائيل. بتحط المصالح ان انا انشئ دولتي، بس ما هي حتى المره دي مصالحهم هيبقى لازم فيها تنازلات. ما هو بقول انشئ دولتي. ما هي كانت التنازلات في اللي فات في الحرب العالميه الثانيه عشان انشئ دولتي. ايوه بس كانت في الحته البعيده عنهم. كويس النهارده. وبالتالي كانت المساله متعلقه بالكرامه الوطنيه فقط، لكن المره دي هيبقى فيها حاجات من ارضهم. هو تاخد حته من الصحراء ولا ضيع لك منطقه الاستثمار عندك؟ ولا اشيلك من الوجود خالص؟ يعني هو مطروح عليه ثلاث اختيارات، اما تاخد حته من الصحراء او ناخد منطقه استثماراتك او تبقى مش موجود وتفتت. بس بالظبط كده، وده الاقتراحات الموجوده، نقي اللي يعجبك. تصورات حضرتك ان الاداء هيروح لاني اختيار من الاختيارات الثلاثه؟ اللي اخترت ان انا اضعف حاجه هخسرها ايه؟ حته صحراء هسيبها وامشي. هسيبها وامشي. طيب خليني أقول لحضرتك أنه أنا دلوقتي بس قدرت أفهم ليه طول الوقت السنتين ونص اللي فاتوا كان الخطاب للشعوب. يعني طول الوقت كنت بسأل نفسي هو ليه الرئيس السيسي كل ما يتكلم حد في الإقليم يقول أنا بكلمش حد، أنا بكلم الشعوب، عشان هو عايز يقول له خلي بالك، خلي بالك الدور عليك. وأنا كنت بقول الخريطة دي بتاعت تقسيم السعودية، بقول هذه مفتاح العمل في الشرق الأوسط. وانا قلت معاك هنا دي مفتاح الشرق الاوسط الكبير. قلت لك انا الخريطه اقول لك مين اللي عليه الدور. من الخريطه اقول لك مين اللي عليه الدور. مين؟ ما هو احنا قلنا بعد الدور بعد سوريا هيبقى الاردن، وبعد الاردن السعوديه، وبعد الاردن. لا ما السعوديه، ما هو لو خلص الاردن يبقى في السعوديه مش ما فيش مشاكل فيها. هيرجع بقى لمصر بقى. انت فين منطقه العريش بتاعي اللي في اللي في العهد القديم اللي انا عملت عليها مشروع جيرولاند عن ان انا اعمل بيه تبادل اراضي مؤقتا وانت رفضته؟ طيب خليني اشكرك، اعتقد انها يعني برضو كده. بس باكد برضو ان دي دراستي انا الشخصيه. ده اجتهاد حضرتك من واقع المعلومات اللي اتيحت ليك. بشكرك شكرا جزيلا اللي هو محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. دايما بنستنير بجهده، ويكفي حرصنا انه نقول في نهاية الامر ان ده الاجتهاد اللي ما بين ايدينا. الايام ربما تضيف معلومات او تغير معلومات، فربما اشياء تؤكد او تنفي. خلوني اقول لكم، اعتقد انا وحضراتكم النهارده بقينا متاكدين ليه كان الخطاب لاهلنا في الجزيره العربيه طول الوقت لشعوب هذه الدول، ليه الخطاب طول الوقت كان فيه تحفظ على مشهد اليمن العبثي واللي مش هيتغير، ليه طول الوقت كانت عينينا واخده بالها من كل التفاصيل وحاولنا مع الجميع. افتكروا، اوعوا تتعاملوا مع الامور ان في معلومه مؤكده، والاهم مسطرتنا وحقنا مش هنلعب بالطريقة القديمة، لأنه السياسة هو أن احنا نوفر المصالح لشعبنا وأرضنا بحدودنا. كلهم لعبوها في التاريخ في الحرب العالمية الأولى والتانية وبيحاولوا يشيلوها لنا. اوعوا ندخل الخية دي مرة تانية. إلى اللقاء.